مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا مبسوطين. اليوم حيطل علينا درس جديد وضيف جديد، بس قبل ما نحكي للضيف الجديد اهلا وسهلا، بدنا نراجع حروف الهجائيه مع بعض. حرف الالف، طلعوا على الحرف اللي انا باشر عليه. حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء، حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء، حرف الدال، حرف الذال، حرف الراء، حرف الزاي، حرف السين، حرف الشين، حرف الصاد، حرف الضاد، حرف الطاء، حرف الظاء، حرف العين، حرف الغين، حرف الفاء، حرف القاف، حرف الكاف، حرف اللام، حرف الميم. اليوم حنتعرف على الضيف الجديد، بكون جار حرف الميم وهو حرف النون. شوفوا كيف حرف النون في إله صديق حلو كتير. شوفوا ما أحلاها النحلة، نون نحلة، نون نحلة. شايفين ما أحلاها النحلة؟ ن نحلة، ن نار، ن نار. شوفوا النحلة ما أحلاها، ن نحلة، ن نحلة. إيش هاي الصورة؟ نار، ن نار، ن نار. نون يا حلوين لما نحط على راسها فتحة بتصير ن، نون فتحة ن. طب إيش صوت حرف النون؟ إن. إيش صوت حرف النون؟ إن. اليوم درسنا حرف النون. شوف كيف بدنا نكتب حرف النون بالطريقة الصحيحة. شوفوا ما أحلاه، بدنا نخلي ماما تساعدنا وتحط لنا النقطة فوق السطر بشوي. بدنا ننزل منحني لأعلى وتطلع لفوق تحت السطر، وشرطة صغيرة كتير. نون فتحانة، نون فتحانة. شوف حرف النون ما أحلاه، حط ايدنا على النقطة فوق السطر، نعمل له منحني تحت السطر زي الصحن، بس ايش؟ تحت السطر. النون بيشبه ايش؟ الصحن. نون فتحانة، نون فتحانة. شوف ما احلى حرف النون، نعمل له منحني تحت السطر، بيشبه الصحن اللي بناكل فيه، صح؟ بيشبه ايش؟ بيشبه الصحن اللي بناكل فيه الاكل. بنسيب السطر اللي تحته وبنكتب على اللي بعده. حط على النقطة، انزل منحني لتحت السطر، فتحة، نون فتحانة. في حلوين هيعملوا لي هيك حرف النون فوق السطر. لا غلط، بدناش نعمل حرف النون فوق السطر. طلع كيف حرف النون، نعمله كبير عشان تشوفوه كويس. منحني لتحت السطر وطلع سن صغير، نون فتحانة. طب تعال نتعرف على حرف النون في أول الكلمة. كيف نكتب حرف النون في أول الكلمة يا حلوين؟ طلع يا حلوين ما أحلاه، نحط إيدنا على النقطة، انزل عمودي أو سن صغير واعمل أفقي على السطر، نايمة على السطر. شوف ما أحلاه، اعمل عمودي سن صغير وأفقي على السطر، سن صغير وأفقي على السطر. شايفين حرف النون في أول الكلمة كيف بتكون؟ شايفين كيف بتكون في أول الكلمة؟ هذه نون أول الكلمة. طب يلا نتعرف على كلمات بحرف النون ونحوط عليها. ن نار، ن نار، ن نحلة، ن نحلة. عنب، عنب، نون في وسط الكلمة. ثعبان، وين النون؟ في آخر الكلمة، ممتاز. نعنع، نعنع، وين حرف النون؟ في أول الكلمة وفي وسط الكلمة. وبهيك يا حلوين بنكون تعرفنا على حرف النون وعلى طريقة كتابته بالطريقة الصحيحة. بستناكم بكرة بحرف جديد. مع السلامة.